مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة بأن نستضيف رجلا مميزا، واليوم اخترنا لكم ابن من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، الأستاذ سعيد راشد السويدي، صاحب ومؤسس سيجنال للأنظمة الصوتية. بداية، أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا فيك. سلام فيكم، جزاكم الله خير، ما قصرتم. الشرف لنا. أستاذ سعيد، في البداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك العملية والعلمية، وكيف جت لك فكرة تأسيس المشروع الخاص لك؟ والله يعني لازم نرجع على الماضي. معناته أنا طبعا كنت في المجال الموسيقي زمان، يعني وكنت يعني ملحن أو موزع موسيقي، فالحس الفني كان موجود عندي يعني. فالله سبحانه وتعالى تركتنا الأمر هذا، فكنت جلست فترة يعني بدون عمل أعمله يعني من ناحية المجال الفني. أنا عندي كان عملي وظيفي طبعا، فكنت مرة في مسجد أسمع صوت يعني ما بنفس الصوت اللي إحنا متعودين نسمعه يعني، وفي مشاكل وصوت يعني سيء. لما فتحت الصندوق يعني صراحة تفاجأت، قلت سبحان الله هذا المسجد وهاي الأجهزة التعبانة يعني الموجودة في المسجد اللي هي أرخص شيء يعني وأدنى شيء مثل ما أقول لك. وفي الوقت هذاك نحن اللي كنا شغالين في المجال الفني تركب أجهزة موسيقية حديثة لليلة أو ليلة مثلاً عرس أو حفلة بآلاف، يعني 200-300 ألف تركب الأجهزة. فبدأت من هنا، وبعدين أحد الأخوة جزاه الله خير من مشايخ المساجد قال لي ليش ما تستغل اللي عندك تخليه في المساجد، يعني الفكر اللي عندك هذا. فبديت أنا في التصليح يعني صوت، أحاول أضبط، لقيت ما في الأجهزة ما تساعد يعني الإنسان في المسجد. وشوي شوي تعلمت، بديت أدخل المكسر الصوت. طبعا لقيت معارضة، أنت كيف جايب لنا المكسر؟ لما أدخل مسجد جايب مكسر مثل المكسر اللي هو صحيح، فالناس تخانقني شو جايب لنا حفلة هنا فرقة بتسوي لنا يعني. المهم شوي شوي اختفى المكسر الموضوع يعني. وبفضل الله اليوم صار المكسر مطلوب كل المساجد وكل الأوقاف معتمدين المكسرات يعني. هذا كلام كان يعني قديم، أنا أتكلم عن 2002 كبدايتي يعني، ما شاء الله. وشوي شوي يعني لما بديت أشتغل يعني، تعال هنا شوي، تعال بطلنا مسجد هنا، تعال ركبنا عدلنا الصوت. بديت بعدين أنا طبعا متعود على نوع معين من السماعات الكبيرة، سماعات الحفلات أو مجال الاستوديو، فبديت أبحث عن السماعات اللي تناسب المساجد تكون نفس الوظيفة بس أصغر. فبدينا ندخل سماعات الصغيرة اللي نفس المواصفات. شوي شوي الأمر، بعدين نبغي فاتورة، ما عندي فاتورة، ما أعرف شو أسوي، فلان اكتب لي في ورقة يعني يطبع لي على الوورد يعني يسوي لي فاتورة. وشوي شوي مشى الأمر، بعدين لا لازم الأمر يعني تلقائيا. أنا ما عمل يعني رحت إني بعمل رخصة، فلقيت عمري في وش المدفع يعني لازم أعمل رخصة أصلا. وكان الفترة هاي انطلاق جزاهم الله خير الحكومة مؤسسة محمد بن راشد، وسوينا رخصة انطلاق. بدأت أتحرك يعني، كنت أشتغل لوحدي يعني، وأنا كنت أداوم يعني، كنت عسكري. فأطلع من الدوام أروح المسجد مثلا أركب سماعتين أو ثلاثة نفسي، أنا أركب درين وكذا، وأجي اليوم الثاني أكمل. ما بديت يعني النظام الحديث الحين اليوم شغال في المساجد والناس كلها تطلبه طبعا، الحمد لله، نظام الاستريو. والله يعني ما امدح نفسي، بس انا من اوائل الناس اللي دخلت السيستم هذا في المساجد اللي هو نظام المكسرات وطريقه السماعات. ورحت السعوديه طبعا في 2007، خذيت بعض الدورات يعني او على بعض الاجهزه وطريقه التشبيك، والحمد لله يعني كافاده لي يعني، ومستمرين الحمد لله. وكل يوم طبعا تطور في الامر اكيد يعني. اكيد استاذ سعد، حابين نعرف اكثر عن المشاريع اللي تم تنفيذها في دوله الامارات العربيه المتحده. الحمد لله طبعا نحن
إذا أقول لك يعني الحمد لله عدينا فوق 500 مسجد أو 600 يعني من بديت، ما بين صيانة، ما بين تجديد، ما بين تغيير، ما بين تصميم وتنفيذ وإشراف وإلى آخره. فأنا طبعاً أفتخر بمساجد كلها يعني من أدنى مسجد الكرفان لين يعني الصندقة لين المسجد الكبير عندي كلهم واحد. اللهم لك الحمد. المساجد طبعاً اللي اعتز فيها مسجد زعبيل الكبير أو أول تقريباً المساجد اللي حطتني في الواجهة، وتقريباً مسجد الفتان اللي هو تعاملي مع ديوان صاحب اسمه الشيخ محمد الراشد، وكان الأخ مهندس علي الشحي أول من يعني وقف معاي ودعمني دعم يعني لحد اليوم. أنا دائما الفضل لله طبعا للشخص هذا، باني كنت طالع وفي شركات كبيره، في شركات كبيره مقدمه كانت على المشاريع هذه، كانت اربع مساجد لسمو الشيخ محمد، واحد من ضمنهم الفتان اللي على شارع الشيخ زايد وانت رايح ابو ظبي، في ثلاثه داخل جميره. هذا كان يعني في قلب الحدث المسؤوليه يعني. طبعا هالمساجد تعلمت انا كيف توزع وكيف الامور كثيره يعني، الحمد لله رب العالمين توفقنا فيهم لحد اليوم الحمد لله. مسجد زعبيل الكبير طبعا، مسجد اعتز فيه، مسجد الشيوخ طبعا، مسجد مساجد الشيخ راشد بن محمد الله يغفر له رحمه طبعا. هذه لا يمكن، في عندنا مسجد الشهداء في مقبره القصيص، وعندنا في المحيصنا مسجد الشيخ راشد من المساجد اللي اعتز فيها، موجود صورته في الجوز، في طبعا الاحداث اللي هو في الخليج التجاري، والان عندنا في الحضيبه نفس السيستم ان شاء الله، والحمد لله مشاريع كثيره الحمد لله. الحمد لله عندنا مش طبعا انا عندي رخصه ايضا في السعوديه، وكانت عندنا في البحرين، وعندي شريكة طبعا في السعودية، عملنا مسجد في البحرين اسم الحسن، من أفخم المساجد طبعا في البحرين، وعليه استضافة قراء في رمضان، مسجد يعني حطينا أفضل الأنظمة الصوتية حتى هنا ما استخدمت أنا ما شاء الله. وفضل الله قبل سنة تقريبا أو زيادة كان لنا مشروع في نيجيريا، عملنا أصلا مسجد أبوجا الكبير فضل الله سبحانه وتعالى، وكانت نقلة بالنسبة لنا كبيرة، من غير المساجد اللي نشتغلها عن أونلاين مثلا يعني، مثلا كتصميم وإشراف بالتليفون في السنغال، في اليمن، في السودان، كلها سبحان الله بالصور وكذا، يعني شخص يكون فاهم الطرف الثاني نرسل الأجهزة هو يعني نفذ. الحمد لله رب العالمين يعني. أكيد خلال 20 سنة ما شاء الله بنيت اسم كبير في السوق وصرت مرجع للناس كلها الحمد لله ما شاء الله. حبينا في سر التميز. سر التميز الحمد لله، أنا قلت لك في البداية أنا أتوقع يعني إني أنا لأني كنت في المجال الفني، ويعني أقول ممكن عندي الإبنة يعني إبنة موسيقية ممكن هي. بعدين الحمد لله أنا رحت معارض في الصين، يعني حاولت اخلق شيء لنفسي، لان اصلا المساجد ما في الها صوت يعني مدروس، كل الاصوات الموجوده مثلا كمول كنايس اما تصميم مسجد ما في، دراسه لمسجد ما في، سماعات خاصه للمسجد نحن نجرب ونطور ونعدل كذا كذا لحد ما نوصل للتفعيل الصح، يعني الناس تسمع صوت من غير ازعاج في المسجد. وطبعا هذا بعد انك توصل قدرات الناس، تصطدم اوقات بناس صعبين وناس حد يكون اللي يتفهم وحد يعني الامر هذا. فانا حاولت اني اسوي لي نظام يعني، او اجيب لي سماعات خاصه لي، تصطدم ان الناس ما تبغي، يبغون براند معين او نوع معين. طبعا انا رحت الصين وشفت كيف المصانع تشتغل وكيف هذا والبراندات الموجوده، فنحن نقدر نقدم نفس الكواليتي اصلا، بس الناس تبغي الاسم، هاي المشكله. في ناس تقول تفضل يعني
انت مرجع، انت اكيد يعني انت مواصفات الحمد لله رب العالمين. استاذ سعيد كرجل اعمال ناجح، حابين نعرف النظره المستقبليه لك بعد 3 سنوات من الان. والله حاليا عندي طموحات طبعا، بس ما بقادر في الوقت الحالي او ما بقدر اقولها يعني، لكن اني انا مستمر في نفس الامر هذا، وادخل كل ما هو جديد في المساجد ونبحث ان شاء الله ممكن احول الى، اذا تركت العمل او يعني احول الى موضوع التجاره، اني اكون مورد او كان عندي الفكره وعندي يعني كل شيء، فيمكن يكون هذا طموحي باذن الله. ادخل بعض الاشياء في كشركة سيجن سون، يعني تعرف اليوم السوق محتاجين كاميرات، محتاجين يعني كلها الاشياء هذه، النظام الذكي الى اخره، حاول ادخله في كمشروع يعني باذن الله. بس انا احب اركز بالصوت في المسجد يعني باذن الله. اكيد بنتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله. استاذ سعيد، احنا عايشين في بلد الامن والامان الحمد لله، دوله الامارات العربيه المتحده. هذا الشيء ما اجى من فراغ، اجى من دعم شيوخ الدوله ودعمهم ايضا للمشاريع في بدايتها. حابين نسمع منك رساله شكر لشيوخ الدوله. والله لسان يعجز طبعا، كفايه وكل واحد يفتخر في بلده اكيد. ويعني افتخرني، لو اقول لك افتخرني اماراتي كافي بالنسبه لي يعني، لان كل حد يتمنى يكون اماراتي صراحه. صحيح. وهذا نلمس لما اروح برا من محبه الناس، من فرحتهم، من الامن والامان هنا طبعا. شو اقول لك، كفايه ان احنا بيوتنا مفتوحه. صحيح. من اهلنا الاوليين كانت البيوت تمر اي وقت في الليل في النهار البيوت مفتوحه، وهذا السيستم موجود لحد اليوم في بعض، تروح بعض المناطق بالذات بتلاقي البيوت مفتوحه. صحيح. الحمد لله رب العالمين. والناس اللي تجينا ايضا تحترم البلد، تحترم قوانين، الناس تبغى تعيش، تبغى ترتاح، تبغى. صحيح. يعني تحضرني سالفه ممكن اقولها يعني. تفضل. يوم من الايام كان احد الاخوه الوافدين يعني من متغربين يعني في 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 دوله اوروبيه. فكان في صار موقف يعني موقف شديد، فمسك الرجل يعني قال انت هني في الامارات، انا هذا الامل اللي انا حصله انا ما حصلته في الدوله الثانيه. ف يعني كان موقف يعني كبير، بس انا عجبني الرجل هذا، قال لي حافظوا على بلادكم، انتم في نعمه، ما جربتوا العيش في الغرب، ما تقدر تمشي الا على طول على خلفك، تخاف كل واحد يدق عليك الباب في اي لحظه، واليوم نشوف نحن كيف اوروبا واللي هم يقولون يعني كيف تصرد في الشارع يضربونك يعني كم يسوى هذا. فالناس صح. الناس تبغى تعيش امان، تبغى ترتاح، تبغى تشتغل، تبغى الحمد لله بلادنا موفره شيء، شيوخنا ما مقصرين، تساعدونا بدعم المشاريع الصغيره، واسسوا في كل اماره الان مشاريع صغيره وكبيره، واسسوا مشروع اللي هو رواد الاعمال في كل اماره، ها كلها عشان تدعم الشباب يعني، وجزاهم الله خير ما يقصرون. اكيد، وبتشكرك كثير على رسالتك الجميله، واكيد احنا بنتمنى دوام نعمه الامن والامان، والله يطول في اعمار شيوخ دوله الامارات العربيه المتحده. قبل ما اختم البرنامج حابب اعرف الموقع الجغرافي لسيجنال للانظمه الصوتيه. الموقع الجغرافي نحن في كل مكان اول شيء. بالنسبه للمكتب نحن طبعا حاليا نحن موجودين في قصيص، يعني القصيص الصناعيه مكتبنا موجود، ولكن لو اقول لك يعني نحن حملنا كله برا يعني على طول، يعني مكتبي انا حتى ممكن يكون المسجد اللي انا اشتغل فيه اشيل الكمبيوتري واجلس فيه. صحيح. بس لان الحين شويه صار لود علينا، فمكتبنا هنا في قصيص، بعطيكم ان شاء الله ارقام التواصل. اكيد اكيد. احد يتواصل معنا ولا شيء حاضرين في الخدمه. باذن الله. مشاهدينا الكرام، ارقام التواصل والموقع الجغرافي اسفل الشاشه. استاذ سعيد شكرا كثير لاستضافتك لنا، وبنتمنى لك التوفيق والنجاح باذن الله في المستقبل. والله انا اللي شاكر لكم صراحه زيارتكم لي، والسموح على التقصير. مسموح اخوي. والسموح يعني اذا خان التعبير في بعض الكلمات او بعض الحروف، لان
ملكي مرة رهوة. لا لا يعطيك العافية ما قصرت. مشاهدينا الكرام وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.